تأهل النجم المصري مهاب إسحاق إلى الدور نصف النهائي من مسابقة 3 مترات سلم متحرك في منافسات الغطس بدورة الألعاب الأولمبية. واحتل إسحاق المركز 12 في التصفيات الأولية محققا 422.75 نقطة، حيث يتأهل إلى نصف النهائي أفضل 18 لاعبا في التصفيات. ومن المقرر أن تقام منافسات نصف النهائي صباح غد الثلاثاء.